سليم، انتي نايمة نورهان؟ ساعدوني مشان الله، تعالوا ساعدوني. وين رحتوا؟ ما في حدا عم يسمعني. حدا يجي يساعدني. كوثر؟ سلطانة؟ شو عم تساوي هون؟ انتوا وينكم؟ لك حدا يجي يساعدني. شو هالصوت؟ لك تعالوا. ما بعرف شو في. مشان الله حدا يرد. في شي عم بصير، روحي فورا شوفي شو صاير. يلا تحركي، لساتك واقفة؟ لك وينكم؟ حدا يساعدني. أسمع، شوفي شو صاير، احكي شوفي. نور، قوموا قوموا يا بنات، في شي صاير برا. شوفي ليش فيقتينا؟ شو صاير يا بنات؟ مين اللي عم تصرخ هيك؟ صوت مو من عنا يا سنبل آغا، جاي من فوق. شو هالحالة هي؟ ما في ليلة بتكون بدون مشاكل؟ اهدي اهدي شوي، اهدي. شوفي شوفي أسماء، ما بعرف شو بهذا. شو صار؟ لينا شو عم تحكي؟ سنبل، احكي يا بنت، احكي شو صار؟ انقتلت. مين هي؟ شو في؟ ما بعرف، قولي لي شو صار، قطعتي لي قلبي. نورهان، شو في يا بنات؟ شو هالضجة؟ سنبل ابن السلطان قتلوها. خلص أسمع، اهدي. أسمع، شو صاير معك؟ أسمع، ابن السلطان. شو اللي صاير؟ إن شاء الله ما يكون صار له شيء. نورهان، 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 فتحي عيونك نورهان. شو عم بيصير هون؟ نورهان، عايشة؟ والله ما بعرف مين المجرم اللي ساوى فيها هيك. قتلوها. سنبل، اعملي شي، تحركي بسرعة. تحملي نورهان، تحملي، أنا رح ساعدك. شو الموضوع؟ عرفتي شي؟ شو صاير؟ شو هالصريخ بالكوريدور؟ نورهان، شبه نورهان لقوها مقتولة. كيف؟ مين عمل هاد الشي؟ ما بعرف يا سلطانة. كوثر، بلا لف ودوران، احكي. قالوا لي مقتولة يا سلطانة، والله ما بعرف. ولك أنا قصدي، مين هو اللي قتلها؟ أنا ما بعرف. بس ما تكوني أنت يا كوثر. بعده لك. هي نورهان، بعده هيك. شو صاير معها نورهان؟ سنبل شبه نورهان. عجبك يا درة، المجرمين كانوا بدهم يقتلوني. بسرعة خلي كل البلاصة يفيقوا. وينه سليمان؟ وين السلطانة الأم؟ روحوا فيقوا الكل. يا سلطانة لا تصرخي، اهدي شوي. ما قدروا انهم يقتلوني، قاموا قتلوها لنورهان. أنا ما دخلني والله. لك إذا مو أنت اللي عملتيها ليش هالقد مرعوبة؟ ما كان قصدي نورهان، أنا فكرت هيام اللي نايمة محلها. ولك الله لا يوفقك يا مجنونة، أنت شو اللي عملتيها؟ شو جناتي؟ رح أقتلك يا مجنونة، ليش سويت هيك؟ ليش؟ 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 تحملي نورهان، لا تموتي، رح أنقذك. خلص وصلنا. ليش؟ 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 ولك يا غبية، أنا كم مرة قلت لك لا تعملي هيك. عملت هيك مشانك، عملت هيك مشانك، مشاني. أنا انتهيت. رح يقطعوا راسي بسببك هلا. لك انت قضيتي علي. موتي موتي. يلا قومي، من العين من وجهي ما عاد بدي اشوفك ابدا. يلا سلطانة، بوس ايدك رحميني، روحي من وجهي. درة، كنت بدي ابعتهم حتى ينادولك. شو هالضجة بالحرم لك بهالوقت المتأخر؟ الجواري عم يتخانقوا مع بعض؟ يا ريت لو الموضوع هيك يا سلطانة، القصة أسوأ. نورهان مطعونة وعم تنزف، وهي وقتها كانت نايمة بتخت السلطانة هيام والأمير سليم بجنبها. منيح؟ الأمير بخير، اطمني يا سلطانة. بس السلطانة هيام مو متحملة الخبر، عم تصرخ وتقول المجرمين كانوا بدهم يقتلوني. تعي معي. شو وضعها؟ رح تموت يعني؟ لساتها عايشة. بترجاكي لا تخليها تموت. يا رب سلمها وعافيها. المجرمين كانوا رح يقتلوني يا فريال، هالدم هاد كان ممكن يكون دمي. سلطانة هيام اهدي، خلينا نروح من هون. يا لطيف. سلطانة هن كان قصدهم يقتلوني إلي أنا يا سلطانة. روقي شوي فريال، احكي لي فورا شو اللي صار. مولاتي أنا كنت بالحمام والسلطانة هيام كانت بجناحها، وأنا وبالحمام سمعت صوت الصراخ وإجيت شفت نورهان غرقانة بدمها. مقتولة؟ هيام حاجة بكي، خلص اهدي شوي، خدي الأولاد وروحي على جناحي فورا. درة أنت هلأ روحي شوفي لنا وضع نورهان، وكمان ابعتي حدا لعند ناهد دوران ومصطفى ليطمنوا عليهم. يلا. كوثر اطلعي لهون فورا، ما بدي حدا يشوفك بهالحالة. ارجعي. كوثر 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 يا حراس يا حراس، كوثر وقعت عن الدرج، خذوها لعند الحكيمة بسرعة. أمرك يا سلطانة، يلا. الله يعافيها ويقومها بالسلامة. آمين. خلينا ندعي لها يا درة خانم. في بالحرم لك مجرم خطير تجرأ يفوت على غرفة السلطانة هيام ويحاول يقتلها يا سنبل. إيه. فتح عيونك منيح، لا تتركن للجواري وحدهم. مين هي كمان؟ كوثر شو صار لها؟ وقعت عن الدرج. شو هالوقعة هي؟ كأنه أكل قتلة، وشها مشوه وكله دم. شو هالليلة، دخيلك تجيرنا يا ربي. هيام اهدي، ما بصير هيك. هلا أولادك بخافوا، انتو هون بأمان، ما حدا بيتعرض لكم بجناحي. بدي أشوف مولاي السلطان، أنا لازم أعطيه خبر. مو هلأ، ما بصير تروحي تفيقيه بهالوقت وتشغلي باله. نحن الصبح منروح ومنعطي خبر. فريال، اطلعي لعند الحراس، قلي لهم ما يتحركوا من قدام باب الجناح طول الليل. سلطانة؟ نورهان عايشة الحمد لله. الحكيمات عم يعملوا كل اللي بيطلع بإيدهم، بس وضعها مو منيح. رحتي اطمنتي على ناهد دوران ومصطفى؟ ايه هلا رحت اطمنت عليهم، اثنيناتهم نايمين، واضح انه ما سمعوا اي شيء. اللهم لك الحمد والشكر. ست درة، الكل بده ينام هون. صدقني يا إبراهيم باشا، السلطانة هيام ما لها أي علاقة، كانت مع مولاي السلطان. هيام إمتى إجت؟ رجعت من عند مولاي السلطان وإجت على الجناح وشافت نورهان، طمنت على سليم وطلعت دغري، والمسكينة نورهان نيمت الأمير سليم ونامت جنبه، وبعدين إجت السلطانة هيام، قعدنا سوا وحكينا شوي، ومو عرفانين شو اللي عم بيصير برا. والسلطانة لما شافت نورهان خافت كتير، وصارت تصرخ وتقول هدول مجرمين وبدهم يقتلوني. والجواري ما حدا منهم شاف شي؟ لا يا باشا. ست فريال، في وحدة معينة شاكة فيها؟ لا والله، بس عايشة انقتلت بالسكين كمان، يمكن يكون نفس الشخص، يعني القاتل لساته بيننا. يا ربي. والسلطان وصله خبر؟ السلطانة الأم ما سمحت للسلطانة هيام إنها تخبره. طيب انتي روحي، وأنا رح أهتم بهالموضوع. مو انتوا الاثنين المسؤولين عن الحرم لك؟ في مجرم خطير عم يتجول هون وتجرأ يفوت على الجناح اللي نايم فيه حفيدي ابن السلطان، انتوا وين كنتوا؟ كيف بيصير هيك درة؟ سامحينا مولاتي السلطانة، رح نعمل كل جهدنا حتى نلاقيه. سلطانة، بقسم لك يمين معظم اني رح لاقيه وعاقبه بايدي. واذا ما قدرتوا تلاقوه، انتوا يلي رح تتعاقبوا هالمره يا سنبل اغا. كمان يا سلطانة، في شغله تانية بدي اقول لك اياها. احكي. امبارح بالليل جابوا الست كوثر لعند الحكيمه، وشها مجروح وعم ينزف كمان، حتى اسالي درة خانم. مزبوط يا درة؟ مزبوط يا سلطانة، وقعت عن الدرج وهي عم تركض حتى تيجي تشوف شو صاير. ما بعرف شلون وقعت، بس وضعها أسوأ من نورهان. نادوا لي لناهد دوران. حاضر مولاتي السلطانة. سلطانة شوفي شو الموضوع. ما بعرف شو عم بصير بهالحرم لك يا خديجة. صباح الخير مولاي السلطان. تعال يا إبراهيم. إمتى بدنا نروح نزور السنيور كريتي؟ منروح بكرة يا مولاي إذا كان مناسب. إيه مناسب. أنت مزعوج من شي يا إبراهيم؟ شوفي القاتل فات على الحرم لك مرة تانية يا مولاي وطعنها بالسكين لنورهان بجناح السلطان هيام. هي لساتها عايشة بس وضعها مو منيح. شلون المجرم بفوت على جناح السلطانة هيام وانتم مالكم خبر؟ السلطانة الأم ما حبت إنه تفيقك وتزعجك يا مولاي. السلطانة هيام ما كانت موجودة ونشكر الله هي بخير ونامت هي والولاد عند السلطانة الأم. في مجرم عم يتجول بالحرم لك تبعي يا إبراهيم. شو مستني لحتى تموت السلطانة هيام لحتى تلاقيه؟ سلطانة شو في يا سنبل آغا؟ ليش اجيت؟ مولاتي السلطانة الأم طالبتك بدها إياكي. قالت لك السبب؟ سنبل شو الموضوع؟ والله أنا ما بعرف يا سلطانة. مولاتي قالت لي روح إلا كيف وضعه. طمنيني. عملنا يلي بيطلع بايدنا يا سلطانة والباقي بايد ربنا وحده. ماريا يا رفيقتي الوحيدة ما تتركيني لحالي. لا تخلي أعدائنا يشمتوا فينا. شو بها هي؟ وقعت امبارح عن الدرج وتكسرت. كوثر شبك مرعوبة؟ أنا واقعة عن الدرج مثل ما قالوا لي. لا 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 يا مسكينة. وشلون وقعتي؟ والله ما بعرف شلون تفشكلت وقعت على وشي وغبت عن الوعي. صاير مشكلة بالحرم لك بالليل. مشكلة شو؟ قال محاولين يقتلوا السلطانة هيام. معقولة؟ مين بيسترجي يعمل هالشي؟ والله ما بعرف هيك عم يقولوا. يعني أنت متأكد من هالحكي ولا سمعانه؟ التهوا بشغلكم وحاجتكم جر. يعطيكم العافية يا أفندية. كيفكن؟ أحمد شلبي شوليو خلصت؟ يعني راح خلص. حلوة، برافو. نصوح أفندي، هلا سمعت النقاشين عم يحكوا انه امبارح بالليل محاولين يقتلوا السلطاني هيام. شو هالحكي؟ معقول؟ رح روح شوف شو القصة. مولاتي سلطانة خديجة، تعالي ناهد دوران. قالوا لك شو صار امبارح ما هيك؟ قالوا لي. مسكينة نورهان، قال عم تتعالج ووضعها مو مستقر. وكوثر شو اللي صار لها؟ امبارح وقت اللي سمعت الأصوات والصريخ بعتها لحتى تشوف وتطمني، قامت وقعت عن الدرج. ناهد دوران، قولي الحقيقة، شو علاقتك باللي صار امبارح؟ مولاتي، معقول تفكري إنه أنا ممكن ساوي هيك شيء؟ مفكريني مجرمة؟ سلطانة خديجة، أنا هيك احتمال مو حابة أفكر فيه بنوب. وأنا كمان، بس إذا بتعرفي أي شيء بيتعلق باللي صار لا تخبي عني، قليلي بسرعة. أنا بحلف لكم يمين إنه ما بعرف أي شيء بنوب. إن شاء الله يكون الحكي اللي عم تقوليه صحيح، ولا ساعتها ما رح أقدر خلصك أبداً. إن شاء الله ما تموت البنت. يلا يا بنات خفوا ايدكن. الجناح رجع نظيف يا سلطانة، شوي وبيخلص. منيح. نورهان كيف صارت سلطانة؟ والله نايمة مثل الميتة. هالمسكينة بجوز انها تموت بسببي انا. ايه صحيح، شفت كوثر كمان عند الحكيمة، وشها مليان جروح وكدمات، وعم بتقول انها وقعت عن الدرج، بس كذابة. روحي وشوفي لي شو قصة هالوقعة. بظن انه في سر خطير وكبير ورا هالوقعة هي. السلطان سليمان المعظم. هيام سليمان، في حدا عم يحاول انه يقتلني جوات جناحي وبقلب تختي كمان. انا عرفت بكل شي صار، بدي اياكي تهدي وياه. امتى رح تخلص؟ ما بقي لها كتير. حاجتك بقى خلصها، ما بدي تفسد أخلاق النقاشين. لا تاكلوا هم، ما أنا مطولة، أنتوا رح تخلصوا مني. والله جد؟ شو هالخبر الحلو هاد؟ إمتى؟ قريباً، قريباً كتير. أهلاً. نصوح أفندي، شو عرفت شي؟ السلطانة هيام منيحة، مو صاير لها شيء. بدي حدا يحكي بهذا الموضوع قدام الأولاد. أنت بتأمر يا مولاي. نحن امبارح نمنا بجناح السلطانة الأم وانبسطنا كثير. والله؟ أنا نمت عند تيتا السلطانة وحكت لي قصة. لكان هي الليلة رح نام عندكم وبحكي لكم قصص كثير، موافقة؟ أنا بدي أتعلم القراية والكتابة مثل أخي مصطفى. برافو عليك. يلا حبيباتي، أسماء رح تاخدكن. هيام ما بدي اياكي تقلقي، وحياتك انا رح دور على هذا الشخص اللي عمل هالشي وعاقبه قدام الكل. بكفي انك تكون جنبي وانا ما بقى اخاف من اي شي. يا ريت ما تركتك امبارح بالليل، كان هالشي ما صار. في إلنا اعداء كتير يا مولاي، عايشين هون بيننا بهالقصر، بس للاسف ما منعرفهم. سنبل اغا، ابراهيم باشا، انا بخدمتك يا باشا. سكر الباب. تفضل يا باشا. مين ساوى هالشغلة يا سنبل؟ اللي مين ساوى هالشغلة يا سنبل؟ اللي أحسن ما قتلك. يلا احكي. مين؟ باشا كوثر.